استاذ عبد الله حسن من الجيزه. استاذ عبد الله الو. الو، ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. معلش يا فندم هزعجك، بس انا لا عندي تحت بنتي، عمرك اتفضل. عندي بنتي عندها 13 سنه، في اولى اعدادي. اول ما دخلت المدرسه انتقلت من الابتدائيه للاعداديه، فدلوقتي عندها مشكله ان هي اصلا ما عندهاش رغبه ان هي تروح المدرسه. ما عندهاش ثقة في نفسها. أول مرة نعرف كده، المدرسين نسألهم يقولوا لا هي جيدة وكويسة، وتقول لا لا أنا وحشة وأنا أصلا ما مش كويسة والكلام ده. فنسأل المدرسين، يعني حتى المدرسين اللي هي التخصصات المختلفة، يعني مثلا العربي، العلوم، الرياضة، يقول لا كويسة، وهي ما عندهاش ثقة بنفسها، تقول لا لا ده هم بيكتبوا عليا، ولا لا هم مش عايزة تروح المدرسة، مش عارفين أصلا نعمل معاها إيه. طيب طب انا ما بس عايز أحاول. اسالك يا استاذ عبد الله، هل انتوا بتطلبوا منها قبل كده، يعني كنتوا بتطلبوا منها دايما ان هي تكون متفوقه ودايما تجيب الدرجات النهائيه، ولما تجيب درجه قليله كانت ممكن تكون يعني بتضايقوها بكلام، بتقولوا لها لا انت كنت مثلا، انت ليه ما جبتيش الدرجه دي، انت مذاكره كويس، ويبقى في نوع من انواع الضغط كده النفسي بسبب ان هي ما جابتش الدرجات الكويسه؟ هو انا كنت بعمل كده في الاول، ولكن اصلا لما لقيت ان هي حساسه جدا، ولقيت ان هي بتقعد تعيط كتير والكلام ده كله، قلت لها لا، عرفت ان دي قدرات والكلام ده، قلت لها لا، حسب قدراتك انت وحسب انت، ودي قدرات وبتختلف من شخص لشخص، وانت اصلا ايه اعملي اللي عليكي والكلام ده. تمام. بس هي دلوقتي عندها حاله مش عايزه تروح المدرسه. طب هي بنتي كده، تقول لا لا مش ما عندهاش رغبه، ما اعرفش يعني مش عارف اعمل معاها ايه. انا حتى حاولت ان انا اقسو عليها، يعني ازعق لها، ما بقتش اضرب يعني او الكلام ده، ازعق لها اقول لها لا كده اصلا ده سلوك اصلا انا مش هرضى بيه، او ان انت لازم تتعلمي، الناس كلها لازم تتعلم، ولازم ان انت اصلا تعملي اللي عليك، ومش مشكله ان انت تحققي بس القدرات بتاعتك. المشكله المدرسين بيقولوا ان هي كويسه، هي ما عندهاش ثقه بنفسها خالص، مش عارف اجيب لها الثقه دي ازاي مثلا. تمام. طيب استاذ عبد الله، هو اول حاجه احنا عايزين نعملها مع بنتنا ان احنا نقلل التعليمات او الانتقاد او النصايح في الحته دي. رقم اتنين، انا عايز بس كمان مش نسال مع في المدرسه على المدرسين، هو ممكن يكون عندها مشاكل مع زمايلها، فممكن يكون عندها مشاكل هي ما بتعرفش تتعامل مع زمايلها، ممكن يكون في حد عندها من زمايلها بيضطهدها، ممكن يكون بيعمل معاها مشاكل بصفه مستمره، فده اللي ممكن يكون احتمالية أكتر إن هي عندها مشاكل مع زمايلها، فبالتالي هي مش عايزة تروح المدرسة. بالإضافة إن إحنا نقلل التعليمات، نقلل النصايح، محتاجين إن إحنا نديها الثقة في نفسها، نقول لها ولا يهمك مفيش مشاكل، إحنا كده كده بنعتمد على المجهود زي ما حضرتك قلت، ونكرر ده أكتر من مرة لحد ما هي تبدأ تثق في نفسها وتهدى. ومن الحاجات المهمة جدا إن الحاجات اللي بتخلي الطفل يثق في نفسه إن يكون عنده رأي، اني انا الاقي حد بيسمعني، الاقي حد بياخد برايي، ان يكون في حوار بيني وبين بنتي. فانت ابني علاقه بينك وبين بنتك من خلال الحوار، من خلال ان انت تتكلموا في موضوعات تانية ملهاش علاقه بالدراسه ولا مستقبلها ولا اهدافها ولا اي حاجه، يبقى في حوار بيني وبينها، اخدها في حضني زي ما احنا كنا بنتكلم عن الاحتياجات النفسيه في الحلقات اللي فاتت. الاطفال دايما الحب ودايما الحنيه ودايما الطبطبه وان انا ابوسها وان انا اقعد اتكلم معاها والعب معاها واخرج معاها، ده بيديها احساس من احساس الثقه اللي هي مفتقده. فانت لو عملت الحاجات دي وقللت النصايح شويه وقلت لها انا مش فارق معايا ان انت تجيبي درجه كويسه او ما تجيبيش درجه كويسه، احنا بنعمل اللي علينا ونرجع للمدرسه، احتمال يكون عندها مشاكل مع زمايلها. شكرا يا فندم.